نعم تفاصيل، ولكن نعم. خلينا نشوف عناوين الصحافة لليوم مع تالا. تفضلي تالا. شكرا رامي، مرحبا بكم مشاهدين على هذه الجولة من عناوين الصحف. البداية تكون بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. البداية تكون من صحيفة الثورة السورية، وجاء في أبرز عناوينها: الجيش يواصل تقدمه بريف دمشق ويستعيد السيطرة على 6 قرى بريف حلب و22 كتلة بناء جنوب المشفى الوطني بدرعا. كارتر يقر بالمخاطر التي ستواجهها، وأمريكا تراوغ وتلعب ورقة المهمة الاستشارية. أكدت أن لا وجود لمعارضة مسلحة معتدلة إيران. بيان فيينا يؤكد التصدي للإرهاب، والسوريون هم فقط من يحددون مستقبلهم. في تشرين السورية، وجاء فيها: الجهات المختصة تضبط أسلحة وعبوات ناسفة ومواد متفجرة في حما بينها رشاشات إسرائيلية. رحب بما توصل إليه اجتماع فيينا بأن الشعب السوري وحده من يقرر مستقبل بلاده ورئيسه. جاء في عناوين الأهرام المصرية: تحطم طائرة سياح روسية ومصرع جميع ركابها، لجان تحقيق مصرية وروسية، الخبراء يرجحون عطلا فنيا. المتحدث باسم الخارجية للأهرام اجتماع فيينا أكد الجدية في إطلاق عملية سياسية بسوريا. الأتراك يحددون مصير أردوغان اليوم، والمعارضة تعلن تاريخ انهيار السلاطين. في الخليج الإماراتية، وعنونت: إير فرانس ولوفت هانزا توقفان التحليق فوق سيناء. العثور على 130 مهاجرا داخل شاحنة مبردة في بلغاريا. في القبس الكويتية، وجاء فيها: وصول ثلاث طائرات روسية إلى شرم الشيخ لنقل الضحايا. الفرع المصري لداعش يعلن مسؤوليته. الأمم المتحدة تعين ألمانيا للوساطة بين الليبيين وإيطاليا لإرساء الأمن. في الوطن العمانية، وعنونت: غرق قارب مهاجرين قبالة اليونان، وأنباء عن مصرع وفقدان 150 من راكبيه. استشهاد فلسطينيا على حاجز للاحتلال بمزاعم محاولة الطعن، وحملة إسرائيلية على الضفة. إلى الدستور الأردنية، وجاء فيها: الخليل تشيع شهداءها، والاحتلال يحيل 3 أطفال للاعتقال الإداري. واشنطن لا تستبعد إرسال مزيدا من القوات الخاصة إلى سوريا. بالانتقال مشاهدين إلى عناوين صحافة العدو الإسرائيلية، البداية مع معريف. الوزير أكونيس: فكرة حل الدولتين ماتت، والبديل حل انتقالي طويل الأمد. فيها أريتس: رئيس الاستخبارات الإسرائيلية: لو حصلت الأحداث الحالية عام 48 لما كانت إسرائيل موجودة. في موقع والا العبري: مصادر أمنية إسرائيلية تقلل من قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل. في القناة الثانية: الحافلات الإسرائيلية ترفض نقل الفلسطينيين الذين لا يحملون الهوية الزرقاء. ومع هذا العنوان مشاهدين، أكون وصلت معكم إلى نهاية عناوين الصحف. لنا وقفة ثانية معكم على مقتطفات اخترناها لكم من مقالات الصحافة. عودة إلى رامي. شكرا تالا. دكتور إبراهيم، العناوين متنوعة، يعني كانت ركزت على موضوع